افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة عدلي منصور المركزية، أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط، والقطار الكهربائي السلام العاشر من رمضان العاصمة الإدارية. وتفقد الرئيس السيسي عربات القطار، حيث استمع إلى شرح مفصل عما تحتويه من إمكانيات تتضمن واي فاي وشاشات عرض على ظهر المقاعد لعرض مواد ترفيهية وشاشة عامة، فضلا عن مقاعد وحمامات لذوي الاحتياجات الخاصة. وتشمل عربات القطار غرفة تحكم، وكل عربة تشمل 7 كاميرات مراقبة. وتشمل الغرفة أيضا حساسات بالكمبيوتر لكل عربة في حال حدوث عطل.